السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما ذكرنا أنه Dart هو Object Oriented Programming، بمعنى أنه أيضا يحتوي على الانهيرتانس. الانهيرتانس هي الوراثة، تمام؟ المقصد من عنده من الاسم وراثة، يعني يرث. أنت عندك كلاس فيها مجموعة أشياء، ممكن أنه كلاس آخر يرث منها، أوكي؟ عن طريق كلمة extend، ورح نجي على هذا الشيء بالأمثلة. لكن لتوضيح فكرة الانهيرتانس شيء واضح جدا، انت في عندك كلاس فيها مجموعه فانكشنات، فيها مجموعه باراميترات ما تحب انه يتكرر في كلاس اخر، فايش تعمل هنا؟ أنا ممكن ترث منها خصائص. يعني على سبيل المثال انت عندك بيرسون اللي هو الشخص، كلاس البيرسون الشخص، تريد تعمل كلاس محمد، فانت عندك في الكلاس البيرسون الاسم، اسم الاب، عنوان، المواليد، العمر والى اخره. فلما تيجي تعمل كلاس محمد، كلاس محمد ايضا بيها اسم، ايضا بيها عنوان، ايضا بيها مواد. طيب ليش تعيد كتابتها من جديد؟ ما انت ممكن ترثها من كلاس اخر. فلذلك راح يكون عندك parent class اللي هو الكلاس الرئيسي الاب، والchild class اللي هو الكلاسات الفرعية الذين يرثون من الاب. طبعا في الدارت حالها حال نفس الجافا، يستطيع أن يرث فقط من كلاس واحد، أوكي؟ وهذا الشيء طبعاً جيد. أيضاً الـ PHP كذلك يرث من كلاس واحد فقط. فعندك الـ Dart كذلك مثل الجافا مثل الـ PHP يرث فقط من كلاس واحد، لا يقبل أن يرث من كلاسين، أوكي؟ هذا خليه في بالك إنه من كلاس واحد ممكن ترث خصائص. فلذلك إنه إحنا نستفاد من الانهيرتانس الوراثة بأنه لو كان في كلاس آخر يمتلك خصائص نحب نستخدمها في نفس الكلاس، ممكن أن نرثها بدلاً من أنه نصنعها من جديد. هذه فكرة واضحة عن الانهيرتانس، أكيد لما ندخل العملي راح يكون أوضح بكثير.